الحديث عن هذا الموضوع. لو عملنا إحصاء عابر للمرات التي تحدث فيها الرئيس عن تجديد الخطاب الديني ودعوته لتجديد الخطاب الديني، أعتقد أنه كرر هذه الدعوة أكثر من 36 مرة في خطابات علنية، لأنه هذا مشروع ليس مشروع سري ولكن هي دعوة علنية. الاستجابة التي حدثت هي استجابة فردية من مؤسسة هنا أو مؤسسة هناك، وأنا يعني أعلن ده طول الوقت عبر ما أكتبه أو ما أقوله، أنه تحديداً وزارة الأوقاف ودار الإفتاء يعني قاموا بالدور الأكبر والأهم في حدود الإمكانيات والمستطاع من طرح رؤى جديدة للخطاب الديني. لكن هل هذا يكفي؟ أعتقد أنه لا يكفي. يظل السؤال ليه ما تمتش الاستجابة؟ لأنه هناك مشكلة أساسية في علاقة الناس بالدين، وهو هل أنا بتعامل مع الدين كأنه مقدس يعبد، يعني إحنا بنعبد الدين نفسه، ولا الدين جاء كوسيلة لإسعاد البشرية؟ يعني أعتقد أنه ربنا ما أرسل أنبياءه للأرض إلا من أجل التيسير على خلفائه اللي هم البشر، لم يأتي الدين أبدا لا للتقييد ولا للتعذيب ولا لإحالة الحياة إلى جحيم كما يحاول عدد كبير جدا من الذين يتحدثون بالدين. في هذا الخلل ناتج بشكل كبير جدا عن أزمة في الوعي، وهنا يأتي الحديث المباشر عن هذه الاستراتيجية، استراتيجية بناء الوعي، والحديث المباشر أيضا عن موضوع هذه الندوة، لأن يمكن يعني محتاجين نبقى أكثر تركيزا في هذا الموضوع لأنه موضوع حي ومهم، وهو قراءة في تاريخ التطرف. مشكلة الوعي جت منين؟ مشكلة الوعي جت أن هؤلاء الذين تطرفوا بالدين فرضوا وجهة نظرهم وفرضوا رؤيتهم طول الوقت على عموم المسلمين، يعني هم شايفين الدين بشكل عامل إزاي، فهو ده الدين وفرضوه على الناس. الأخطر من ده هو أنهم كتبوا تاريخهم كما يحلو لهم، وهي دي الأزمة اللي احنا بنعاني منها. هم نجحوا ان هم يجروا على لسان الناس جميعا، على المصريين جميعا، لسان المصريين جميعا. لما كنا نيجي نتكلم عن حسن البنا فبلا وعي فنقول الامام الشهيد، بلا وعي. ليه؟ لانه في تركيز في كتبهم وادبياتهم وفي احاديثهم. فانه انا مثلا ان سيد قطب في واقعيا هو احد دعاة الدم او احد اكبر دعاة الدم في التاريخ، فتيجي تقول لك الشهيد سيد قطب، المفكر العظيم سيد قطب. هم نجحوا في تشكيل وعي الناس بطريقة ما، ان هم ناس ربانيين، ان هم ناس بتوع ربنا، ان هم الاقرب الى الله، انه ما يقدمونه من دين هو الدين الصحيح، وان الناس لازم تمشي وراه. ولذلك السهل مثلا ان انا ابني وعي نتيجة عدم معرفة الناس، لكن صعب جدا ان انا اهدم وعي ناتج عن التضليل والتزوير والتزييف والكذب. هنا في مرحلتين، انه انا اصحح المفاهيم عند الناس ثم ابني الوعي الصحيح بالقضايا الاساسية وتحديدا بموقف الناس من الدين والوطن. طيب، حتى لا تكون هذه الندوة حلقة في سلسلة من ندوات كثيرة، يعني الجهد المبذول الحقيقة هنا في وزارة الأوقاف وبرضو يعني احقاقا الحق وفي دار الافتاء لا ينكر، لكن لو احنا بنتكلم على قراءة لي في تاريخ التطرف انا بدو فيه كبيرة جدا، واحنا برضو مشينا وراء انه هذه الدعوات لتشويه هؤلاء الكتاب. فاي واحد يكتب مثلا يبين ان الاخوان دول مضللين او تاريخهم غلط او الوقائع دي مش صحيحة، فعلى طول تبقى الاتهامات انه بيعمل ضد الاسلام وعاوز يهدم الاسلام واحنا ماشيين وراء. هذه الدعوة الواضحة المحددة لتكوين لجنة لكتابة تاريخ الجماعات المتطرفة، يشرف عليها أساتذة من أساتذة التاريخ المحايدين، والحياد مع هذه الجماعات سيدينهم. يعني في بعض الناس يقول لك إيه أنتم مغرضين لما بتتكلموا عن هذه الجماعات، أنا بقول لحضراتكم بمنهجية علمية واضحة أن الحياد مع هذه الجماعات سيدينهم
ويفضحه. يعني احنا انا بدات مثلا في في وقد تكون هذه الندوه مناسبه للاعلان عن هذه الموسوعه، وما تستغربش الكتابه بتحصل ازاي، انه انا سلمت بالفعل الجزء الاول من موسوعه من 5 أجزاء للهيئه العامه للكتاب، العنوان بتاعها المضللون. ايه المضللون؟ انه انا بجمع كل ما كتب للتفنيد افكار جماعه الاخوان المسلمين فكريا وفقهيا من بدايتها حتى الان. وبدات الجزء الاول اللي هو المؤسسه الدينيه الرسميه الازهر، يعني البيانات والمقالات اللي كتبها علماء ازاهره معتبرين من زمان في الجزء الاول، ثم علماء دين يعني شعبيين كتبوا عنهم، ثم عدد من الكتاب والمفكرين، ثم المنشقين عن الجماعة، وأخيرا السياسيين الذين تعاملوا معهم. ألفت الانتباه لأن التاريخ مهم، أنه سنة 45 ومبكرا جدا كان شيخ الأزهر وقتها شيخ محمد مصطفى المراغي، وكتب طلبا واضحا لرئيس الوزراء أحمد ماهر وقتها يطالب فيه بحل جماعة الإخوان المسلمين لأنها تسعى إلى تأسيس مرجعية دينية خاصة بها بعيدا عن المرجعية الإسلامية الوسطية. فكان الناس منتبهة لخطر هذه الجماعة. التاريخ هيفيدنا وتاريخ هذه الجماعات هيفيدنا، لكن بشرط أن نكتبه بشكل علمي ومنهجي. ومرة تانية بقول لحضراتكم، الحياد مع هذه الجماعات يدينهم. وشكرا جزيلا. شكرا محمد.